حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في جرامر الوحدة التامنة، واللي بيكلمني عن الفارمز أوف أي إن جي، أشكال الفيرب بلس أي إن جي. يا ترى الفعل لما يكون فيه أي إن جي لازم شغلته في الجملة تكون فعل ولا ممكن حاجة مختلفة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة إن شاء الله. بس قبل كل حاجة صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. This is Mr. محمد طلحة and you're watching Learn English with Mr. طلحة. تعالوا يا حبايبي نشوف مع بعض النهاردة أشكال الفيرب بلس أي إن جي، ويا ترى شغلته في الجملة لازم تكون فعل ولا ممكن يكون حاجة تانية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الفعل في أي إن جي بأشكاله المختلفة. قال الفعل في أي إن جي بيكون شغلته فعل لما يجي فقط ورا فيرب تو بي، يعني لما يكون في فيرب تو بي بلس فيرب أي إن جي هنا بقول عليه إنه فعل. يعني لما يجي يقول لي أحمد إز سويمينج يبقى أحمد بيسبح، هنا لازم يكون فعل. When I say Sarah was reading يبقى سارة كانت بتقرأ، يبقى هنا reading فعل. لما اجي اقول لك he has been watching TV جاية ورا been، يعني جاية ورا verb to be، يبقى برضو هي كانت بتشاهد التلفزيون. يبقى اذا الverb plus ing لو جاي ورا verb to be هنا بقول عليه فعل. طب يا ترى هو لازم يكون فعل؟ قال لي لا طبعا. verb to be ممكن استخدم كناون، يعني noun يعني اسم. تعال نشوف المثال اللي عندي ده. Swimming is my favorite hobby، يعني السباحة هي هوايتي المفضلة. لو شفنا كلمة swimming هنا طبعا شغلتها مش فعل خالص، شغلتها هنا noun يعني اسم، وهنا فاعل. Swimming is my favorite hobby يعني السباحة هي هوايتي المفضلة. ولاحظ لما ببدأ بالverb plus ing ما ينفعش احط قبله ولا ولا an ولا كمان ذا، يعني ما ينفعش اقول the swimming على وين معناها بالعربي السباحة. بس هقول لك لا، هي اسمها swimming، اوعى تحط قبلها the، يعني ما تقوليش the swimming is my favorite hobby. تعال نشوف المثال التاني. بيقول لي رامي likes reading، رامي بيحب القراءة. طبعا لو بصيت هنا على كلمة reading هنا شغلتها مش فعل خالص، هنا برضو شغلتها object مفعول noun اسم. يعني رامي likes reading ليه جاية ورا كلمة likes مش جاية ورا verb to be؟ طيب تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي رنا is good at writing، رنا is good at writing يعني رنا جيدة في الكتابة. يبقى إذا writing هنا معناها الكتابة وليست معناها يكتب. يبقى إذا مش شرط إن verb plus ing يكون فعل. يبقى هنا جه كسبجكت كفاعل، وهنا جه كأوبجكت ك مفعول، وهنا جه ورا البريبوزيشن حرف الجر كناون كاسم. So رنا is good at writing يعني رنا جيدة في الكتاب. قال لي ان الverb plus ing ممكن يجي كصفة لاسم تاني، يعني تعال نشوف المثال ده. بيقول لي my uncle has a fishing boat، يعني عمي عنده قارب صيد. لو انا بصيت للverb plus ing هنا اللي هو fishing هلاقيه an adjective للword boat، يعني صفة لكلمة boat. What kind of boat؟ أي نوع من القارب؟ It's a fishing boat يعني هو قارب صيد. يبقى إذا الوصف بتاع القارب إنه هو قارب صيد. يبقى إذا الverb plus ing هنا جه كصفة لكلمة boat. يبقى إذا ممكن يجي كنون وممكن يجي كصفة. وهنا لازم أعرف إن في some certain verbs بعض الأفعال كده لازم يجي وراها الverb plus ing، like love اللي معناه يحب، like اللي معناها يحب، hate يكره، dislike لا يحب، enjoy، go، prefer، finish، suggest، etc. طبعا في افعال كتير، ولكن دي من ضمن الافعال اللي بتقابلنا وبيجي وراها verb plus ing. يعني لما يجي يقول لي هاني enjoys، هاني بيستمتع به، قال لي هنا لازم اقول watching، ما ينفعش اقول watch. ليه؟ لان enjoy is followed by verb plus ing يعني بيجي وراها فعل فيه ING. لو بصينا للنكست اكزامبل المثال الثاني، I suggest going to the park، هنا ما ينفعش اقول I suggest to go or I suggest go، لا لازم اقول I suggest going. يبقى اذا لما اشوف اي فعل من دول بجيب وراه على طول verb plus ING، والverb plus ING هنا بيبقى noun مش verb. طيب تعال نشوف. قال لي بعض البريبوزيشنز او البريبوزيشنز عموما طالما مش تو بيجي وراها verb plus ING، حتى تو ممكن يجي وراها verb plus ing في بعض التركيبات. يعني لما نشوف in، on، at، of، for، about، with، without، كل ده لازم يجي وراها verb plus ing، ما ينفعش يجي وراها مصدر الفعل. قال لي بعض التركيبات هلاقي برضو ان بيجي وراها verb plus ing وهي فيها تو، like،
كلمة احنا خدناها قبل كده look forward to اللي معناها تطلع الى، وكمان am is are used to اللي معناها معتاد ان. تعال نشوف المثال ده كده. Thank you for helping me. هنا هلاقي ان البروبوزيشن بتاعي هو for، طيب حرف جر ومش توي، يبقى اكيد هجيب وراه verb plus ing، فاقول thank you for helping me، شكرا على مساعدتك ليا. وهنا helping هلاقيها noun اسم. طيب Sarah is looking forward to، لاحظ هنا بقى على وين دي تو، بس برضو جه وراها verb plus ing، يبقى Sarah is looking forward to visiting London. ما ينفعش اقول is looking forward to visit London، حتى احنا خدنا قبل كده في الوحدات اللي قبل كده in addition to، وin addition to اللي معناها بالاضافه الى، قلنا برضو بيجي وراها verb plus ing يعني الفعل فيه ing. طيب يبقى اذا حروف الجر طالما مش تو بيجي وراها فعل فيه ing، حتى تو في بعض الاحيان بيجي وراها الفيرب بلس ing. تعال بقى نشوف ازاي بيجي لي الكلام ده في الرايت. بيقول لي it's important to do exercise، وهتلاقي التعبير ده موجود على طول. It's adjective for someone to do something. It's صفة to مصدر. ثاني it's صفة to مصدر. هتلاقي التعبير ده موجود دايما في الانجليش. فبقول لي it's important to do exercise، يعني من المهم ان تؤدي التمرينات. وبعدين يقول لي استعمل لي doing، ولاحظ ان الدي دي كابيتال مش سمول، يعني معناها ان انا عايز اقول doing exercise. طيب قال لي كل اللي انا بعمله هقول doing exercise، يعني هجيب do باللي وراها واحطها مكان it يا حبيبي وخلص الموضوع. يعني هقول doing exercise وشيل ادي وكمل عادي جدا is important. Doing exercise is important، يعني اداء التمارين مهم. تاني لما يقول it's صفة to مصدر ويقول استعمل الفعل في ing او ابدأ الفعل في ing، كل اللي انا بعمله بجيب الفعل plus ing مع اللي وراه واحطه مكان it. تعال نشوف الاكزامبل تاني. بيقول it is not safe، ليس من الامان to swim in deep water، يعني ليس من الامان انك تعوم في المياه العميقة. طيب ويجي يقول لي هنا برضو استعمل لي كلمة swimming. swimming اللي هي السباحة، ده النوم بتاعي وجايب الاس كابيتال، يعني معناها ان انا هبدأ بيها الكلام. يبقى اذا هجيب ده كله بس swim هتبقى swimming واحطها مكان it، فهقول swimming in deep water، خلاص بشيل it واقول is not safe. is not safe. طبعا عارفين ان في بعض الافعال ممكن يجي وراها جملة كاملة وممكن يجي وراها preposition، يعني حرف جر، وحرف الجر ده بيجي وراه verb plus ing. قال لي ممكن يجيب لي الفيرب بالجملة الكاملة وبعدين يقول لك استعمل الفيرب ده بالبريبوزيشن بتاعه. تعال نشوف المثال ده. يقول لي we congratulated him because he passed the exam، يعني احنا هنناه لانه اجتاز الامتحان. ويقول لي استعمل لي passing يعني اجتياز، او ان يجي يقول لي استعمل لي on. طيب on دي هتيجي مع مين؟ مع congratulate، لان عارفين ان كلمة congratulate اللي هي يهنئ بيجي معها preposition on. طيب فاذا هقول we congratulated him on. طيب هنناه على ايه؟ قال لي on ده حرف جر ومشتو، يبقى هيجي verb plus ing، يبقى هقول we congratulated him on passing، يبقى on هنا هيجي وراها verb plus ing on passing the exam، يعني هنناه على اجتياز الامتحان. وهنا بقى الجدير بالذكر ان انا لازم اعرف الفرق بين like اللي معناها يحب وinterested وfond وkeen، التلات صفات دول. اول حاجة لازم اعرفها ان like فعل لكن دول صفات. طيب ايه الفرق بقى لما هستعمل الصفات دي مكان الفعل ده؟ هما كلهم بيجوا وراهم verb plus ing. قال لي لما استعمل الصفات دي مكان الفعل ده لازم اجيب فعل يحل محله هو verb to be، لان الصفة دايما في الغالب بيسبقها verb to be، am is are was or were. طيب تاني حاجة لازم اعرفها ان interested بيجي مع حرف الجر ان،
فوند بيجي مع حرف الجر اوف، كين بيجي مع حرف الجر اون، والثلاثه بيجي وراهم فيرب بلس اي ان جي. تعال نشوف بقى لما يجيب لي لايكس يقول لي استعمل واحده من الثلاثه، ويجيب لي واحده من الثلاثه ويقول لي استعمل لي كلمه لايك. نمبر 1 يارا لايكس واتشينج فيلم، زياره بتحب مشاهده الافلام. المطلوب مني هنا ان انا استعمل انترستد اور فوند اور كين، اي واحده من الثلاثه دول. يبقى هبدا بالفعل بتاع اللي هو يارا، وبعدين قال لي هجيب انترستد على طول او فوند على طول او كين على طول، قال لي لا لازم اجيب قبلهم فيرب تو بي، وطالما لايكس مضارع فانا هجيب ام اور از اور ار، فهقول يارا از. طيب هجيب انترستد يبقى يارا از انترستد، او يارا از فوند نفس الفكره، او يارا از كين. لو قلت انترستد هقول حرف الجر ان، لو قلت فوند يبقى اوف، لو قلت كين يبقى اون، واجيب الفعل بتاعي اي ان جي عادي جدا يبقى واتشينج فيلمز. يبقى تاني يارا از انترستد ان واتشينج فيلمز، اور يارا از فوند اوف واتشينج فيلمز، اور يارا از كين اون واتشينج فيلمز. يبقى لاحظ اللي بيجي قبل الصفات دي هو فيرب تو بي. فلما يجي على صيغه سؤال يقول لي داز احمد لايك سويمينج، يعني هل احمد يحب السباحه؟ ويقول لي استعمل لي انترستد اور فوند اور كين، قال لي اه. يبقى اذا السؤال هنا مش هيكون بداز، ليه؟ لان اللي بيجي مع الصفات دي هو فيرب تو بي، فبالتالي هشوف احمد ياخد ام ولا از ولا ار. طب ما ينفعش اجيب واز وير، هقول لك لا لان ده مضارع. طيب يبقى احمد ياخد ايه يا حبايبي؟ از. جميل، يبقى از احمد، وبعدين احط انترستد اور كين اور فوند. طب لو انترستد ان كين اون فوند اوف، واجيب عادي خالص سويمينج، واحط الكويستشن مارك بتاعتي. يبقى از احمد انترستد ان سويمينج، هي هيها داز احمد لايك سويمينج. لما اقول از احمد كين اون سويمينج، هي هيها داز احمد لايك سويمينج. لما اقول از احمد فوند اوف سويمينج، هي هيها داز احمد لايك سويمينج. طب يا مستر لو جاب لي العكس، يعني لو قال لي are you fond of watching TV، هل انت مغرم بمشاهده التلفزيون؟ ويقول لي استعمل لي لايك، استعمل لي لايك، هقول له اه. لايك ده فيرب فعل، ما ينفعش اجيب قبله ام واز وار طالما هو في المصدر، امال هجيب قبله ايه؟ هجيب قبله دو اور داز. يبقى اذا هشوف هنا يو بتاخد دو ولا داز، هقول لك اه يو بتاخد دو، فاذا هقول دو يو لايك. طب في حرف جر مع لايك؟ هقول لك لا، يبقى دو يو لايك واتشينج تي في، يعني هل انت تحب مشاهده التلفزيون؟ وكده يبقى انا قدرت افرق بين الاستخدامات المختلفه للفيرب بلس اي ان جي. تعال بقى نشوف الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر، وهنشوف هنحل ازاي. تعال نبدا كده بكتاب جيم بيج 251 صفحة 251. نمبر 1 بيقول لي very intelligent can help people to do amazing things، بيقول لك انك تكون ذكي ده بيساعد الناس انهم يعملوا اشياء مدهشة. فطبعا هنا هبدأ ب verb plus ing اللي هو being، so being intelligent. The next بيقول لي bypass is the best way، طبعا هنا subject فاعل فهيبقى noun عبارة عن verb plus ing، فهقول traveling by bus. Traveling by bus is the best way for tourists to see parts of the country. Number 3 بيقول لي what about a break، قلنا حروف الجر طالما مش to be جرها verb plus ing، يبقى اذا هقول about taking. So what about taking، واحنا واخدين قبل كده ان دي صيغة اقتراح، ف what about be جرها verb plus ing. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي eat television for a long time isn't good for you، يبقى اذا هقول watching مشاهدة. يبقى اذا مشاهدة التلفزيون هنا noun بمعنى مشاهدة التلفزيون. نمبر 5 بيقول does eat to music make you feel happy، طبعا هنا انا عايز subject فعل يعني، والفعل هيكون noun verb plus ing، فبالتالي هقول listening. So does listening to music. The next I look forward my old friends، احنا قلنا يا جماعة ان look forward to be وراء verb plus ing، فإذا هقول I look forward to meeting. I look forward to meeting. The next اللي بعدها بيقول لي what sports do you a practicing، do you a practicing، يبقى انا عايز هنا verb بيجي وراء الverb plus
ing. طبعا الفعل هنا اللي بيجي وراه فعل ing هو كلمه enjoy. enjoy practicing يعني اللي انت بتستمتع بممارستها. تعال نشوف الرايت right. نمبر 1 بيقول I congratulated نهى because she bought a new car. بيقول استعمل buying. طالما هستعمل buying يبقى اذا هجيب حرف الجر اللي بيجي مع congratulate اللي هو on واجيب وراه الفعل فيه ing. فاذا هقول I congratulated نهى on buying a new car. يعني احنا هنينا نهى على شراء سيارة جديدة. The next it's applied to help your friends. طبعا من الادب انك تساعد اصدقائك. قول استعمل helping. شكل ما قلنا يا جماعة كده هستعمل helping واجيب اللي وراها كله واحطه مكان it. فاذا هقول helping your friends is polite. Helping your friends is polite. Number three, to stay up late at night is not good for your health. انك تسهر الوقت متأخر ده مش كويس على الصحة. هقول استعمل staying. كل الموضوع ان انا هشيل to stay واحط مكانها staying. فيبقى staying up late at night is not good. وكمل عادي for your health. The next number four. Do you feel happy when you listen to music? Do you feel happy when you listen to music? يعني هل انت بتشعر بسعادة لما بتستمع للموسيقى؟ طبعا هنا بيقول استعمل listening يبقى انا ممكن احولها باكتر من طريقة. ممكن اشيل feel happy when you listen واحط مكانها like. يعني ممكن اقول do you like listening to music or do you enjoy listening to music or are you interested in listening to music. طبعا في طرق كتيرة مختلفة ممكن اجيب فيها listening يعني الفعل فيه ing. تعالى يلا مع بعض نشوف تمرينات المعاصر واللي في صفحة 283. نمبر 1 بيقول ألبرت أينشتاين had problems with. طبعا with ذا حرف جر فبالتالي هجيب reading. So ألبرت أينشتاين had problems with reading. نمبر 2 حسن and حمدي enjoy tennis. طبعا enjoy من ضمن الأفعال اللي بيجي وراها الverb plus ing فبالتالي هقول playing. The next television for a long time isn't good for you. طبعا إذا كان هبدأ بالفعل كان noun أو كسبجكت هنا لازم أجيبه plus ing. يبقى إذا watching. So watching television. The next does to music make you feel happy. طبعا لسه حالين شكلها دلوقتي في جيم فحول does listening. Does listening لأنها هنا subject. A blind means that you can see. طبعا هنا حول being blind. Being blind. The next I'm fond of or not of. Fond of we go over plus ing. يبقى writing. Writing. The next it's not easy to understand people's. طبعا يا جماعة اللي بيجي بعد أبوستروفي اسم ملكية دايما بيبقى noun فبالتالي لازم أقول feelings. Feelings اللي هي مشاعر الناس. Is he worried about. طبعا about حرف جر فبالتالي هقول passing the exam. The next I think that all things is important for the environment. طبعا هبدأ بالsubject. السبجكت بتاعي هو recycling. Recycling all things. تعال نشوف نمبر 10. سلمى is good at pictures. طبعا good at يبقى هيجي وراها verb plus ing يبقى drawing. يوسف is interested in برضو ان يبقى هجيب وراها playing computer games. سلمى is looking forward to انا look forward to بيجي وراها verb plus ing يبقى seeing her friend منى. طب تعال نشوف الرايت كده مع بعض. Do you feel happy when you listen to music? Does. يبقى اذا انا عايز اقول هل سماع الموسيقى بيجعلك سعيد. يبقى اذا هبدأ بdoes عالي جدا بس هجيب listen فيها ing. يبقى does listening to music
يعني هل سماع الموسيقى واجيب وراها مصدر الفعل make you feel happy، يعني هل سماع الموسيقى بيخليك تشعر بسعادة. The next it isn't healthy to lie in bed for a long time. بقول استعمل lying، قلت كل اللي انا بعمله ببدأ بlying واجيب كل اللي وراها احطها مكان it، فاذا هقول lying in bed for a long time واجيب اللي ورا it isn't healthy. The next مها likes to draw pictures it's her hobby. بقول لي مها بتحب رسم الصور ودي هوايتها، يبقى اذا هقول drawing هبدأ بdrawing واقول رسم. طب رسم ايه؟ هقول رسم الصور هو هوايتها، يبقى اذا هقول drawing pictures واحطها مكان it واقول is، بس بدل here هقول مها's hobby. تاني drawing pictures is مها's hobby. It's dangerous to swim in deep water. بقول استعمل swimming، يبقى هجيب swimming واللي وراها واحطها مكان it، يبقى اذا هقول swimming in deep water يعني السباحة في المية العميقة is dangerous يعني خطيرة. The next to help others is a great thing. عايز استعمل helping بحشيل to help وقول مكانها helping وقول helping others يعني مساعدة الآخرين is a great thing يعني شيء عظيم. The next don't bark here it's not allowed يعني غير مسموح، يبقى اذا هو عايز تعمل باركينج، خلي بالك البي كابيتال، يبقى اذا هقول ان الركن هنا واحطها مكان it واقول باركينج here is not allowed يعني الركن هنا ليس مسموح به. طيب تعال نشوف نمبر 7. بيقول لي my favorite sport is playing basketball. عايز يبدا ببلاينج باسكتبول، يبقى اذا هقول playing basketball هي رياضتي المفضله، يبقى اذا هقول playing basketball is my favorite sport. Playing basketball is my favorite sport. تعال نشوف نمبر 8. بول it's more expensive to travel by train than by bus in England. طبعا غالي انك تسافر بالقطر عن الاتوبيس في انجلترا، يبقى اذا انا عايز اقول traveling. traveling ده اللي هو السفر، يبقى اذا هقول السفر بالقطار اغلى من السفر بالاتوبيس في انجلترا، يبقى اذا هقول traveling by train is more expensive than traveling by bus in England. يعني السفر بالقطار أغلى من السفر بالأتوبيس في إنجلترا. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت انزل بسرعة اشترك، ولو ما كنتش فعلت الجرس يلا بسرعة فعل الجرس عشان يوصلك كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وما تنساش صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.